الإيمائيون الموقعون على هذا البيان يعلنون التالي: جزيرة إيران وصنافير جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة المصرية. وفق ما تؤكده حقائق التاريخ والجغرافيا ودفاع الشعب عنها بدمائه ممثلا في جنود وضباط القوات المسلحة، لا يعتد الموقعون على هذا البيان بكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبرلمان بشأن التنازل عن جزيرتي قيران وصنافير، ويؤكدون على التزامهم بحكم المحكمة الإدارية العليا البات والنهائي والقاضي بتبعية الجزيرتين لإقليم الدولة المصرية. يطالب الموقعون على هذا البيان كل مؤسسات الدولة باحترام الدستور الذي دفع المصريون ثمنه من دمائهم، واحترام سلطة الشعب المطلقة على أراضيه، ووقف التنازل عن الجزيرتين الذي يهدد الأمن القوم المصري والذي لا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني، كما يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين المعارضين لبيع الجزيرتين. يدعو الموقعون على هذا البيان جموع الشعب المصري للاحتجاج على التنازل غير القانوني وغير الدستوري عن جزيرتي قيران وصنافير بكل الوسائل السلمية والقانونية، ويتعهدون بأن يكونوا في مقدمة هذا الاحتجاج. يلتزم الموقعون على هذا البيان باعتبار جزيرتي قيران وصنافير أراضي مصرية محتلة إذا ما تمادى النظام الحاكم وقام بالتصديق على هذه الاتفاقية. عاشت مصر حرة، مدنية، ديمقراطية.